معلومة خاطئة يتداولها الكثير من الناس حاليا في ظل انتشار فيروس كورونا، ألا وهي أن الكمامة قد تؤثر سلبا وقد تؤدي إلى الاختناق في بعض الحالات، أو أن البعض يعني بيذكر عدم تشبع الدم بنسبة الأكسجين الكافية، أو التسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون. أنا الآن شخصيا يعني يمكن من 3 ساعات ألبس الكمامة، والآن حاولت بالتجربة أو بالدليل أورجيكم كيف أنه الكمامة مش ممكن تأثر على درجة تشبع الدم بالأكسجين. زي ما أنتم شايفين أنا الآن بأضع جهاز الأكسجين ساتوريشن، أو اللي هو اللي بيقيس درجة تشبع الدم بالأكسجين، وبعطيني الآن القراءة اللي هي 96% درجة تشبع الدم بالأكسجين، وأنا أرتدي الكمامة الآن 97 96. طبعا الرقم الأعلى هو رقم اللي هو معدل ضربات القلب، لكن احنا بيهمنا الرقم اللي هو موجود 96% زي ما انتم شايفين، وهذا الرقم يعتبر طبيعي جدا لأنه النسبة تتراوح من 93% إلى 99%، حتى في بعض الحالات 91 فما فوق تسمى أو تعتبر نسبة طبيعية جدا. إذا الكمامة لا يمكن أن تسبب الاختناق أو الشعور بتسمم، التسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون، ودرجة تشبع الدم بالأكسجين طبيعية جدا، وأنا الآن أرتدي الكمامة. صنفان من الناس ممكن الكمامة تمثل عبء أو تمثل لهم مشكلة في حال ارتدائها لفترات طويلة، مريض يعاني من مرض مزمن في الجهاز التنفسي، أو عنده أزمة ربو، أو عنده تليف رئوي، أو الأمراض المزمنة التي تصيب الجهاز التنفسي قد تكون عائق أو مشكلة بالنسبة للكمامة. الكمامة تكون مشكلة يعني لهم. الأطفال ما دون سن 2 أيضا بتكون مشكلة لهم الكمامة في عملية التنفس. ما لم يكن لا قدر الله هناك طفل مصاب بالكورونا، فمن الواجب طبعا أنه يرتدي الكمامة حرصا على المخالطين معه، سواء كانت الممرض العامل معه أو الطبيب أو وكلاهما لازم طبعا يلبس الكمامة. الكمامة وقاية لك ولأسرتك ولمجتمعك ولشعبك، فنتمنى عليكم جميعا الالتزام بالكمامة في الأماكن المزدحمة، في الأماكن المغلقة، حتى يعني لا تكون عرضة للإصابة لا قدر الله بالفيروس المعروف كورونا أو كوفيد-19. نتمنى السلامة لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.